أعدم بدم بارد على يد قوات الاحتلال على مدخل مدينة بيت لحم عندما كان قريبا من بيته. لم يكن هناك أي شيء إلا إجرام هذا الاحتلال باستهداف هذا الشهيد الذي قتل بدم بارد وبإعدام ميداني بدون أي مواجهة كانت هنا في هذه المنطقة. ونحن اليوم في مدينة يطا بكل أبناء شعبنا نودع هذا الشهيد كما باقي أبناء شعبنا أينما كانوا على هذه الأرض.